بسم الله الرحمن الرحيم. جولة لتنسيقية الملاحة الشرقية في البلدة تظهر آثار الدمار الذي تعرضت له البلدة من جراء القصف العنيف المتواصل منذ 4 أيام من عدة محاور، من اللواء 52 ومن كتيبة الرادار الموجودة شرق البلدة ومن مطار الثعلب. هذه المدرسة تعرضت لقذيفة ونالت نصيبها من القصف. بعض الدمار الذي حل بالبلدة من جراء القصف العنيف منذ 4 أيام. هذه محولة الكهرباء تفجرت بالكامل. هذا البيت قد دمر. بعض الدمار الذي حل بالبلدة من جراء القصف المتواصل منذ 4 أيام. كذلك نرى الدمار هنا بشكل كبير. تم التصوير يوم السبت 18/5/2013 ميلادي.